الحكومة المركزية أولاً سوف تدفع مبالغ إضافية للإقليم عن كلف الاستخراج الجديد، وستتحمل أيضاً كلف نقل وتسويق فيما إذا أريد تصدير النفط عبر كردستان. لكن بالحسابات المباشرة الإيرادات النفطية سوف تنخفض بالعراق، لأنه العراق مجبر في هذه الحالة على تخفيض صادراته عبر الجنوب عبر البحر بمقدار 400 ألف برميل يومين حتى لا يتجاوز حصة الإنتاجية المحددة له من أوبك بلس. وبالتالي الإيرادات النفطية أيضاً سوف تنخفض، ثم الإيرادات النفطية الناجمة عن تصدير النفط في إقليم كردستان لا تذهب مباشرة إلى الموازنة العامة إلى الحسابات المالية في وزارة المالية، وإنما يجري عملية توزيعها ما بين الشركات النفط الأجنبية وما بين حكومة الإقليم، وتجري عملية مقاصة حسب قيمة سعر البرميل مع حصة الإقليم. وبالتالي يعني الموضوع لا يفسر بأنه هو نصر استراتيجي، بالحسابات الاستراتيجية هو مهم جدا، لكن بالحسابات المالية المباشرة وانعكاسات على موازنة 2025 أعتقد أنه سوف تكون انعكاسات سلبية، يقلل الإيرادات النفطية، يقلل الإيرادات العامة، يزيد من فجوة العجز في هذه الموازنة.